سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا، بمناسبة حلول شهر رمضان بدي لكم كل عام وانتم بألف خير، ونحن كلنا سوريين لبعض. منلاحظ برمضان بتزيد المبادرات والفعاليات السورية اللي بتتعلق بالشهر الكريم وخصوصيته. اليوم رح نحكي عن مبادرتين من المبادرات اللي أطلقت مؤخرا بمناسبة هذا الشهر. مبادرة سكبة رمضان، وهي مبادرة بتهدف لطهي وتحضير وجبات الإفطار الرمضانية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ضمن عدد من المناطق ضمن الأراضي السورية. بتكرس مبادرة سكبة رمضان فكرة التكافل الاجتماعي من خلال إعادة إحياء عادة السكبة المتوارثة بين الأحياء السورية من زمان كتير، وقت كان الجار يسكب لجاره من الأكل اللي طابخينه. وهيك بتجتمع على كل سفرة إفطار أطباق وأنواع متعددة من المأكولات. كلنا منعرف إنه هاي العادة كانت ولا زالت بتعزز الألفة والمحبة بين الناس، وبتساعد العائلات الفقيرة على تأمين طعام إفطارهم وتناول أطعمة متعددة. من هذا المنطلق انطلقت مبادرة سكبة رمضان، يلي بتعتمد بشكل أساسي على المساهمات العينية من مواد أساسية ومواد مكملة بتم تقديمها من قبل المتبرعين، سواء كانوا أفراد أو منظمات أو مؤسسات. وفي مجالات متعددة لعمل المتطوعين للي حابب أنه ينضم لفريق المبادرة. مبادرة سكبة رمضان عم تتم للسنة الخامسة على التوالي برعاية مشروع بادر التنموي، وبالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات وجهات المجتمع المدني بسوريا. سنة 2013 توزع من خلال هالمبادرة أكثر من 3000 وجبة يومياً تم توزيعهم للعائلات الأكثر تضرراً بدمشق وريفا. سنة 2014 شملت أكثر من 32 منطقة بعدد وجبات يومي تجاوز 5500 وجبة، وبسنة 2015 شملت أكثر من 26 منطقة، وبال2016 شملت المبادرة عشرات المناطق بمحافظة دمشق وريف دمشق ومحافظة حمص ومحافظة بانياس. وسعى فريق المبادرة هالسنة للوصول لشرائح أوسع من أهلنا المتضررين ضمن قطاعات مجتمعية مختلفة. أما المبادرات الثانية من المبادرات يلي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، مبادرة خس الجوع يلي أطلقتها جمعية ساعد للسنة الخامسة على التوالي لدعم الأسر المحتاجة. بتعتمد المبادرة على التبرعات العينية حصرا يلي بتنجمع لتتحضر فيها وجبات إفطار بتم توزيعهم للمحتاجين، والعمل بمطبخ خس الجوع هو عمل تطوعي بحت. بالسنة الماضية تمكن المطبخ من إعداد 450 ألف وجبة يومياً وتوزيعها على الأسر المستهدفة بمختلف المحافظات السورية. أما هاي السنة فعم يتم تحضير الوجبات بمطبخين بمدينة دمشق وريفا واثنين بمدينة حما، ورح توصل الوجبات لمدن حمص واللاذقية وطرطوس. هدول كانوا مبادرتين من مبادرات كتيرة بتنطلق كل سنة بكل رمضان بعدة مناطق سورية وبمختلف المجالات، ليقولوا من خلال القائمين عليها والمتطوعين والعاملين والمتبرعين انه بكل ظرف وبكل مناسبة ما مننسى انه نحن سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي انا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.